الشقة 175 متر بارك فيو، ثلاث اوض نوم. ده ريسبشن بس هنا في جبس بورده بيتشال، الريسبشن بيبقى اكبر من كده بكتير. اوكي، كلها فيها تكييفات، الجبس بورده بتتشال خالص، بيبقى كله وان سبيس. مطبخ كامل مع البوتاجاز مع الفرن بتاعه، كلها طبعا بالتكييفات زي ما اتفقنا. دي جيبسون بورد بتتشال، اللي هي اللي موجوده هناك دي جيبسون بورد، دي كلها بتتشال وبتبقى المنطقه دي كلها مفتوحه على الريسبشن. عندنا بقى ثلاث اوض نوم هنا، في ده حمام، وهنا ادي اول اوضه كله بالتكييفات بتاعته. ده كومباوند بارك فيو طبعا احنا عارفينه. ودي تاني اوضة، وتالت اوضة اللي هي الماستر بتاعتنا من هنا كده، وفيها التواليت بتاعها والسخانات بتاعتها. وده هنا فيه تراس برضو باصص على لاندسكيب جرينري حلو جدا. بارك فيو 175 متر، مطبخ، تكييفات، سخانات، كل ده ريدي. طبعا عندنا غاز، عندنا كهرباء، عندنا تليفونات، كل شيء ريدي على طول تورنت. ثانك يو.